كيف نحكم إذن على المرشح يعني؟ وكأن التقييد أن يكون لكل واحد. أنت تحكمي على مرشح خصوصا في ظرف أزمة إذا كان مرشح قادر على مواجهة أزمة. وإذا كما قلت أن السيسي ليس في حاجة إلى برنامج ولا حمدين ليس في حاجة إلى برنامج لأن قلت في عاجل في مشاكل عاجلة وضرورية المواجهة وفي مشاكل مهمة جدا ولا بد منها لكنها مش هي العاجل لأنه ممكن أوي العاجل يقطع عليك الطريق إلى الآجل. تعالي نتكلم في جد. إحنا قولي إزاي ممكن حد يقول لي برامج؟ أول حاجة في البرامج هي توصيف الأمن القومي المصري بالصحيح؟ هل في في الدنيا كلها أي برنامج لأي مرشح يقول لي مش هوصف الأمن المصري؟ طب أنا بقول لك الأمن المصري لأول مرة نظرياته القديمة منذ تحتمس مرورا بصلاح الدين أيوبي مرورا بمحمد علي مرورا بجمال عبد الناصر سقطت. كل تصوراتنا الأمن القومي كانت مبنية على إيه؟ مبنية على أنه مصدر التهديد الموجود لمصر جاي من المشرق سواء كل الغزاة قلنا من المشرق تقريبا يمكن فيما عدا نابليون اللي جالنا من البحر